الآن سأقوم بتوضيح بعض معاني النص. كلمة وطني وصبايا وأحلامي، صبايا فالصبا الصغر والحداثة، أحلامي الحلم ما يراه النائم من رؤيا، والمراد هنا الأماني. هوايا حبي، يخطو برجاء الرجاء البسام، رجاء أمل، بسام كثير التبسم. هتف التاريخ ناداه بصوت عال. وطن وطن، كلمة وطن جمعها أوطان، جمع كلمة يد أيد وأياد، جمع كلمة الوادي الأودية والوديان، جمع كلمة حر أحرار، جمع كلمة هجام هجامون. ومن المعاني أيضا مرادف كلمة بدا ظهر، خفق القلب أي تحرك واضطرب، أشيده أبني، هجام كثير الهجوم، ليث أسد. مفرد كلمة النخل النخلة، أجداد جد. مضاد كلمة هوايا كرهي، اللعب الجد. ماضيها مستقبلها، هجام جبان، أشيده أهدمه. نظرا ذابلا، أقدمه آخذه. حرا عبدا، مضاد كلمة بسام عباس، يعني يعبس وكشل. صحى نام، مضاد ماض لين، مضاد العزم الهزم، مضاد نظرا نظرا ذابلا. وهذه كانت أهم المعاني الكلمات والمضاد والجر.